شيل التساع ونمشي في الضيعه Okay, let's go.
Thank you.
Thank you.
سبتمبر اكتوبر على حسب فتره الكلام التليفون وبعدين في ناس واحد الروسيين مش يجيو بعد فتره هيك ما عادش نجموا ياخذوا عندهم مديونيه وعندهم عجز معناها في تمويل الصيانه نتاع الاسل والقيم الاصلاحات اللازمه قبل الموسم السياحي هذا فما اللي نجموا معناها يتجاوزوها فما اللي ما نجموش احنا معناها نقوموا بالاحاطه الكافيه ان شاء الله باش نعطيهم الدفع الكافي باش ينجموا ينطلقوا قبل الموسم السياحي سبع حاجة أخرى زادة لجودة الخدمات كل تشوفوا فيها زادة نظرة مهمة من طرف ديوان الوزارة السياحة باش إعادة تصنيف الأذن معناها اللي هما قاعدين فيه يعطيو في جودة أقل من التصنيف نتاعهم باش يكون تراجع في التصنيف نتاعهم هذه مهمة خاطر معناها وحدة من مطالب الجامعة هي اللي طالبت بإعادة التصنيف إي مطالب الجامعة ومطالب وزارة السياحة ومطالب التوانسة الكل دونك معناها مهم باش نعطيو احنا خدمات بمستوى عالي بالنسبه للسياحه التونسيه يعني السائح التونسي يعني في المواسم الماضيه كان يتشكى برشا من النزول يعني ساعات يعطوا ساعات يحسبوا له التسعيره اغلى من السائح اجنبي احنا توا في هذه التفاوض مع جامعه الشيخ لاصحاب النزول حكينا باش يعطوا اسعار تفاضليه السياحة الداخلية اللي هي مثلا في 2017 30% من الحجوج معناها ليالي مقاطعة 22 احنا الموسم 2017 كان دونك 22 مليون ليالي مقاطعة 6 ملايين سياحة داخلية توانسة باش يكون معناها برنامج خاص بالسياحة الداخلية والسياحة الجزائرية هما عاملين جنب 2 ملايين ونص وسلام وكل شيء يعتد أكثر من هكذا Notre coopération multidimensionnelle avec la Tunisie va continuer sur l'épaule économique tunisienne, le tourisme, l'économie tunisienne et rétablir l'artisanat tunisien, c'est pour enrichir le tourisme tunisien que nous attendons 30% d'augmentation en 2018. Tapis est un élément important et nous avons essayé d'amener l'expérience et l'industrie du tapis pour améliorer et pour rendre un peu de valeur ajoutée à la tourisme tunisien, y compris contribution à l'économie. Je crois que cette œuvre est une preuve qui prouve notre solidarité, mais qui va continuer avec la formation pour augmenter la qualité de service en Tunisie. Il y a déjà des coopérations entre les universités sectorielles pour former les jeunes Tunisiens afin d'aboutir à augmenter la qualité du service qui va contribuer à augmenter le nombre des touristes arrivés en Tunisie. Shukran Jessica. Gracias.